بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. بمناسبه ان احنا دلوقتي في وقت الامتحانات نص السنه وكل البيوت على قدم وساق وبيستعدوا للامتحانات مع من اول يعني الولاد الصغيرين لغايه الكبار في الجامعه، الحقيقه احنا النهارده هنتكلم عن يعني موضوع قد يكون ممكن الاهل ما بيهتموش بيه قوي، يعني مكبرين دماغهم من ناحيته او بعض الاهل، مش لازم كلهم يعني. المهم ان العيال تنجح وخلاص، ينجحوا بقى بالفقاقة، ينجحوا بقى بالمذاكرة، ينجحوا بالغش، مش مشكلة موضوع الغش ده، المهم ان الولد يجيلي وشهادته جايالي فيها الدرجات كويسة. عمل ايه بقى؟ اتصرف ازاي في الفصل؟ سأل زميله، حط برشام، الكلام ده كله، المهم انه عدى. يعني في اهل كتير مش بيشغلوا بالهم بالموضوع ده. انا حصل موقفين، موقف حصل قدامي بنت جت حكت لي هي في الجامعة وقالت لي انا كنت حاطه سماعه التليفون في موبايلي وفي وداني، سماعه الموبايل يعني في وداني، ومخبيه الموبايل في هدومي، وصاحبتي كانت بره بالكتاب وملتني الامتحان كله. قلت لها ايه ده وايه؟ قالت لي بقى مش مذاكره عشان الماده بقى ونخلص وبتاع وكده. طب وانت فاهمه يا بنتي بالماده دي حاجه؟ لا مش فاهمه حاجه. طيب الموقف التاني اللي انا كنت عايزه احكيه لها انه إيه، اعرف شخص ما يعني نجح لاربع سنين الكليه فريره هوا، ما يعني ما قعدش ولا سنه وما خدش ولا ماده معاه، ما شالش ولا ماده. والحقيقه ان هو اهله كانوا فرحانين بيه قوي، هو كان بينجح كده بالفكاكه والفهلوه والبراشيم والتظبيط والكلام ده، وكان بيمشي يتباهى يقول لك انا ما بذاكرش بس بعدي، واللجنه اصل اللجنه النهارده سهله، اصل اللجنه ما اعرفش. المهم الولد نجح واهله كانوا بيسمعوا ان هو يعني ما بيذاكرش بس بيمشي اموره وكانوا ساكتين. الولد ده اتخرج بعد اربع سنين، قعد ست سنين في البيت مش عارف يشتغل، مش عارف يشتغل، مفيش شغلانه بيقعد فيها شهر. فكره انك تعدي بالغش من الامتحان سهله، انك تعرف تعدي بالغش من الدنيا دي اللي صعبه. يعني انك تفضل تغش بقى طول عمرك في الدنيا وكده وتعدي وتتفوق وتبقى بتشتغل كويس وكده، اعتقد ان دي صعبه. احنا عاوزين نعلم ولادنا ازاي لا ينجحوا بمجهودهم، وانه ما نفرحش قوي بالدرجه اللي جايه حلوه، لانه السنه اللي بعدها مش هيعرفوا يفوتوا بالعامله دي، ولو فاتوا كذا سنه مش هيعرفوا يفوتوا في دنيتهم. دكتور ايهاب عيد، اهلا بحضرتك معانا. وموضوع الغش في الامتحانات ده عايزين نتكلم ازاي نقول لاولادنا. انا عارفه ان الموضوع صعب، المذاكره والمعرفش ايه وكده، وازاي نخلي الاهل ما يصهينوش عن فكره الغش دي، لانه غش في حاجه صغيره ممكن يؤدي لحاجه كبيره بعد كده. والله انا بشكرك دعاء ان احنا النهارده نتكلم عن حاجه زي كده في وقت موضوع الغش ده اصبح مختلط على الناس. يعني ما انت نفسك ما بديش قادره تميزي اللي انا بعمله ده غش ولا لا، والدنيا ماشيه ومع تقادم الوقت واستمرار العمليات المختفيه في كل حاجه. زي الربا لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني في هيجي عصر كده الربا ده هيبقى زي الغبار، يعني لكم غصب عنكم هيخش في، لان انتم مش قادرين تمنعوه يعني. بس عايز اقول انه فعلا كويس ان احنا نتكلم في ده علشان احنا عايزين نصلح مجتمعنا. تمام. وعايز اقول انه يعني اي انسان في الدنيا طفل صغير بيبقى فيه حاجتين بيضبطوه، دايما يقولوا كده الضبط الخارجي والضبط الداخلي. الضبط الخارجي ده جاي منين؟ جاي من الثقافه اللي حواليك، جاي من المجتمع اللي انت عايشه فيه، جاي من بابا وماما واخواتك والمدرسه اللي اتحطيتي فيها واللود اللي عليكي وطريقه التعامل اللي حواليك. وفي ضبط داخلي، يعني انت لو دوله مثلا قانونها جامد وانت خايفه من حاجه هتنضبطي من الخارج، الخارج هيظبطك مش هتقدري تعملي حاجه. لكن ساعات بيبقى الضبط جاي من الداخل. تمام. بسبب الانا الاعلى اللي عندك، بسبب ان باباكي ومامتك، دينك، قيمك، طبيعتك، شكلتك، انك تخافي اصلا ان في رؤيه خارجيه، في ربنا موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حط ايده في الفاكهه دي والراجل بيبيع وطلع ايده قال له ده اصابت يده بللا، فقال له لقد اصابته السماء يا رسول الله، فقال له يعني تحطه كده لفوق عشان ما نغشنا فليس منا. والقصه بتاعت السيده اللي ربنا اللي سيدنا عمر خلى ابنه يتزوجها عبد الله بن عمر لما سمعها بتتكلم على غش اللبن، ودي لعبه ساعات الامهات بيلعبوها مع اولادهم. قلنا قبل كده يعني كل ما يحاكي التاريخ تعلمه لاولادك من خلال ملاعبه ده شيء ظريف جدا. فالحقيقه موضوع الغش ثقافه وتربيه وحاجه بقى بتتكون اوتوماتيكيا. انت قلتي امثله حلوه قوي وانت بتتكلمي، يعني يعني هذه الفتاه يعني ربنا طبعا يسهل لها، او الفتى اللي ربنا ما باركلوش في شغله، شوفي سبحان الله في الاخر كما تدين تدان، يعني انها يعني بكل زي البساطه عادي وبتاع الامتحان كله اتملى.
يعني مش قصة كمان فهمت ولا ما فهمتش، يعني كيف أنت ترتضين على نفسك هذا الشيء وترتضين للآخرين هذا الظلم. ولذلك أنا كنت جات فترة وأنا وإحنا في الجامعة بنبقى صغيرين بنراقب، بنكلف بالمراقبة. صحيح. أنا كنت من أغلس الناس في حكاية المراقبة جدا. يعني على قد ما طلابي يحبوني يعني جدا أثناء التدريس، على قد ما في المراقبة معاهم هم نفسهم في منتهى، وبحذرهم ولما هتلاقوا واحد تاني أنا لا أقبل إن أنا أكون واقف في مكان والاقي مش عارف ومره طلعت فعلا برشام من حد ويعني اسفت على اللي حصل له. بس انا بقول الفكره ان هو كم التكنيك اللي بيعمله عشان يكتب البرشام ويخبي ويطلعه، لو قعد ركز بالكفاءه دي بالظبط هيخترع الذره، ده مش هيذاكر بس. السؤال كده كويس يا دعاء، انت برضو يعني الاخطر من كده ان ابوك بقى يعلمك حاجه زي كده، يعني يشاركك في ده. هي بتيجي على فكره بشكل تلقائي. يعني بنقول الفاكهه، الفاكهاني ده ايه مثلا، بيقول للواد انت بيقول بص يا واد حط البتاعه دي دخلها جوه، حط مش عارف ايه ظبط ايه، الواد بينشأ على كده. صحيح. الام بتحل الواجب بتقول له بص خلاص انت ما حلتوش، طب بص لو طلبت منك الكراسه بتاعت الانجليش اديها الكراسه مش عارف بتاع ايه، وكانها هي بتقولها بتلقائي بتحب ابنها. لا وفي حاجه في حاجه يا دكتور برده مهمه عايزين برده نتكلم عنها، فكره الـ يعني في بعض المدارس الحكوميه مش هقول كلها، انما الغش متفشي، غش المدرس اللي هو يقول لهم انا هنجحه وادفعوا لي فلوس مثلا. هي الام بتساعد ابنها انها بتدفع المدرس عشان يعدي الولد. شفت ودي حاجه انت ده اللي انا بقوله بقى، الحياه الخارجيه اللي حواليك هي بتشكلك دلوقتي غصب عنك. الا ما رحم ربي، يعني لو كانش الاب والام، ودي برضو لحظه فارقه في حياتنا يا دعاء، اذا كنا نريد ان احنا عايزين نعمل شباب مصري حلو، اطفال جيل جميل، واحنا نفسنا، احنا نفسنا يجب ان نصلح من نفسنا. يعني فكره ان احنا نصلح مش عارف الجيل الجاي، لا احنا نصلح من نفسنا الاول. فقصه ان انا ابقى محاط كطفل بمدرس قاعد بيقول يا جماعه ادوني مش عارف ايه، ولاد شايف هذا ما اسمع ومرأة منه، وشايف بابا بيقول له وانت قول له كذا، ومش عارف ابص على البياع ليه بيعمل كذا، كل حاجه حواليا كده، والتلفزيون مش عارف مين اللي كنت شايفه ايه طلع كذا. في النهايه ليه بتطلب مني ان انا اكون يعني ما بغشش انا كمان؟ عشان كده انا مش بلوم البنت دي، انا مش بلومها، هي البنت فتحت عينيها لقت كل حاجه كده. فاذا كناش احنا هنبطل ده مش هينفع. فانا عاجبني طريقه حلوه قوي في تعديل سلوك الناس عن طريق الافلام الدراميه العاديه. يمكن من الافلام اللي ما تفوتنيش في هذا المجال مثلا فيلم الثلاثه يشتغلونها ده. ايه البنت لما ادت الورقه للولد مش عارف اللي بتحبه ولا ايه، فقام هو كانت ياسمين عبد العزيز ظن وهو كتب، بعدين هي خدت المقلب وسقطت هي. صحيح. وما عرفتش بعد كده تعمل حاجه. هذه الافلام الجماعه الاعلاميين في دراساتهم اثبتوا انه كمان حاجتين، يعني اولا مشاهده نهايه البطل ده هيحصل له ايه بتاثر فيهم، وتعليقات اللي قاعدين بيتفرجوا على الفيلم مع بعض بتاثر في سلوكياتهم. لو انا سمعت وانا بدعو الاباء والامهات هنا فيلم مرجان احمد مرجان اللي هو مبني على الرشوه والغش كلها، واخد بالي دي بتاثر في العيال حافظه الافلام يا دعاء، بتسمع قبل ما الراجل يقول السيناريو نفسه. فان انا اشوف ان نتيجه الغش وصلتني الى نتيجه حلوه ونجحت، ده هيكون ليه تاثير سلبي على المجتمع. صحيح. وهنا ربنا يحاسب المنتج والمصور والممثل وكل الكاست كله. تمام. والعكس. طيب اخد اول اتصال معايا حنان. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بصي انا يعني مش عارفه اتكلم اقول، يعني اول مره اكلم التلفزيون واكلم حضرتك. اتفضلي. بصي انا مطلقه وعايشه في اسكندريه. ايوه. وخدت انا اساسا من السيد، وخدت اساسا العيال خدتهم ومعايا حكم محكمه بيهم. بس مشكلتي ان انا مش قادره اشتغل، مش قادره اصرف على العيال، يعني ظروفي صعبه. والمشكله عندي موضوع السكن، يعني انا لو اشتغلت، انا شغاله كده في البيوت، لو انا اشتغلت فلوسي كلها رايحه على السكن، على الايجار. ايوه. وعلى الميه والنور والعيال في المدرسه. يعني دي مشكله عندي، ومعايا ثلاث عيال. طب ايه سؤالك؟ سؤالي يعني لو عايزه اي حاجه، يعني لو شغل كويس، لو مثلا لو اوضه مثلا، يعني اي حد من الوزراء ولا تبعكم يساعدني بالموضوع ده. ماشي حنان، يعني انت صوتك طلع على الهوا وفي برنامج متشاف ومسموع، واللي عاوز سيبي نمرتك، واللي يعني عاوز يساعد يتفضل يساعد. وفاء كلميني انا؟ ايوه انا بكلمك يا وفاء. ايوه فقولي لي عايزه حاجه، اقول ايه يعني؟ انت على الهوا يا وفاء وانا سامعاكي. انا دعاء. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. دعاء كنت عايز اقول
بخصوص برضو وفاء الى ان ربنا يكرمها وحد فعلا زي ما قلت من المسؤولين يرد. يعني بندعوها هي كأم مكافحة وعندها عيال وظروفها صعبة ان هي طالما اتقت تلاف الولاد دول وطالما هي يعني ما كانش سبب الطلاق ده تجني منها هي او ظلم منها هي فربنا والله هيكرمها ويكرم الاولاد وزي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ادبني ربي فاحسن تاديبي، مع ان هو يعني ما حدش رباه، يعني يعتبر الرسول عليه الصلاه والسلام مامته ما لحقتوش حتى. صحيح ما فيش. فما تخافش يعني ربنا هيرعى الاولاد من ناحية الادبيه والسلوكيه، من الناحيه الماديه دي بس قول يا رب، وهي بتشتغل بشيء بطريقه حلال ربنا هيبعت لها الرزق ان شاء الله. صحيح. اوضه شغل الستر ربنا هيديها باذن الله. صحيح. طيب نرجع لموضوع الموضوع الغش في المدرسة. الفكرة انه انا دلوقتي لما بدفع فلوس علشان ابني ينجح انا كأني بشتري بضاعة بايظة، يعني انا تخيل كده انا بدفع فلوس بجيب بضاعة بايظة احطها عندي في البيت، انا بدفع عشان ابوظ ابني، انا بدفع فلوس من لحم الحي عشان الواد ده يبوظ، ما يذاكرش، ما يتفوقش، ما يعرفش ان عنده مسؤولية. الفكرة برضو مش الدح او كده انه يدح بقى ويبقى حريت في المذاكرة، الفكرة بس يبقى في مسؤولية عنده. هو اكتر حاجة، مين اكتر واحد خسران؟ بيبقى الطفل نفسه. تمام. يعني اللي فاكر ان هو انه بيدفع فلوس. انا كنت امبارح في حوار مع ام على التليفون او مع اب، فقال لي يعني ما هو ناجح يا دكتور. ما انا بقى قلت له لا، قصه ناجح بالفلوس، وصل اللي مش عارف لرابعه ابتدائي وهو لسه ما بيعرفش لا يقرا ولا يكتب. قلت له على فكره المدرسه مش هيفرق معاها حاجه، ادفع المدرسه اللي كسبانه وانت مش هنعتبر الفلوس خساره، انما في النهايه مين اللي خسران؟ ابنك اللي وصل ولا اتعلم حاجه، بنرجعه لك بالمجامله، بنرجعه لك بالفلوس. فلذلك الافضل في رايي انك انت تتاكد، زي ما قلنا مره ام المدرسه قالت لها هذا الطفل ناجح وينقل للصف الاول الابتدائي، وردت عليها الام وقالت لها لا انا مصممه انه يقعد في KG2. فقالت لها ازاي يعني؟ قالت لها لانه انا مش مقتنعه ان ابني نجح. ففي ناس كمان بتغش نفسها. الطفل اللي بينشا في جو من الغش اولا هو نفسه لا يامن اي حد، يعني الطفل لو فتح عينه لا، خدي بالك ساعات بقول لك السلاسه في الغش والمهاره في الغش ما بتحسسكش ان هو غش، فممكن تلاقي مامتك بتغش باباك، خدي بالك دي خطيره جدا، ان الام مثلا يعني مثلا تستخدم جزء من الفلوس، خدي بالك انه الام دينيا مصرح لها ان هي تاخد بعض من الاموال عشان تسدد امور، عشان تعمل حاجه طالما هي بتصلح البيت واثق فيها الزوج. انما ساعات العيال ما بيفهموش ده كويس، بابا مديها الفلوس دي للاكل تقوم تسدد بيها حاجه والنص التاني مش عارف تعمل ايه، والعيال لو ما يتفهموش تقول لهم يا حبايبي انا بعمل كده علشان الحته دي ما يحصلش فيها مشكله، وطبعا بعد اذن بابا. ممكن يفهموا انه عادي جدا ان انا، وعشان كده بتبدا فكره الكذب والسرقه دون قصد. تمام. مش كل العيال بتسرق قصدها تسرق. تمام. بس ففكره ان احنا لازم ناخد بالنا قوي ايه اللي بنقوله، وبرده حته يعني انا بستخدم ساعات ايه التعليق على الافلام واولادي قاعدين، انا بعلق بهدف علشان انا عايز اوصل مسج وبنت عايزها فرصه، عشان كده بقول يا جماعه ما تضيعوش الفرص بتاعت افلام تمثيليات، مش لازم برضو الامور تتحول الى درس يعني. لا يعني يعني حضرتك قصدك ان يعني واحنا قاعدين بنتفرج ومبسوطين لازم ناخد الحته الراجل اللي عمل حرام عليك والله العظيم الجاج، وهي كده تعمل ازاي؟ انا فاكر وانا صغير كنت بسمع جداتي يعلقوا تعليقات فطريه كده قوي. صحيح. والله يقعد يا ابن الايه ايه اللي حصل ده؟ حاجات كده. لا فاكره حاجه كده؟ بياخدوا الحاجه كانها حقيقيه بالظبط ويعلقوا وشوفوا، يمكن ايام زمان كانت فعلا الحكايه دي اكثر يعني كده، شفتوا بقى جزاته اهو يعني مش كده؟ واعتقد ده اثر فينا. يعني اتس فيري افكتيف جدا يعني. فانا عايز ده نشتغل عليه، بس هو فين اصلا الاب دلوقتي اللي انا بدعوه تاني انه يرجع يقعد مع اولاده؟ هو مش موجود. فالتلفزيون في حاجه فيلم العار، فاكر فيلم العار؟ النهارده يوم الافلام العالمي، يوم الافلام. يعني فيلم العار ده مؤثر فعلا، مؤثر جدا. واستخدم ابنه كاحد ابنائه كوسيله فهذه الحقيقه بتبقى ساعات قصه ابرك من نصيحه تتقال بشكل مباشر. وانا دايما كمان على غرار الافلام يعني التجارب. التجارب احب قوي اسال مجرب ولا تسال، طب تجارب الناس حوالينا بالظبط دي بنتعلم منها يعني، وعشان كده مثلا برنامج زي برنامجنا ناجح، الناس بتسمع فلانه حكت وابني بص وعملوا ايه وبتاع، فبتحاول تعمل قصص واقعيه من قصص اهل بلدنا وشعبنا من الناس. ففكره انه يعني انا قلت لحضرتك الـ 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 الولد اللي كان بينجح كل سنه ده، يعني دي تجربه. الولد قدر يفلت
قدر يفلت ما تمسكش، يعني فكرة انه حد يتمسك ببرشام او بتاع هو ما عرفش يتمسك، قدر يفلت بيها. انما مش هيفضل يفلت طول عمره. بالزبط. مش هيقدر طول عمره يعني بالفكاكة والفهلوة. تستطيع ان تخدع الناس بعض الوقت ولكن ليس كل الوقت يعني. بالظبط. طيب انا عندي سؤال. ام بتحكي، هاخد الاتصال. ام بتحكي انه ابنها الوسطاني 5 سنين و8 شهور هو حساس جدا جدا جدا، وعنده حاجه شبه مش وسوسه بس كل ما حاجه تقع على الارض يقولها السجاده تتوسخ، السجاده تتوسخ، يقولها كتير. بتقول لي مثلا بيقولها ايه 10 20 30 مره في الثانيه. يقول لها مثلا مثلا ايه ودني بتوجعني، ودني بتوجعني، ودني بتوجعني، ودني يا حبيبي خلاص. ومهما تخف دي التعبيره هتسيب اثر، هتسيب اثر، هتسيب اثر كتير 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 كتير. بتقول لدرجه انا بتخنق، هو حنين وجميل وبتاع وقاعد جنبها بس لدرجه انها ممكن تمل وتزهق منه، ممكن تقول له اسكت بقى. يعني عنده كام سنه يا دعاء؟ 5 سنين و8 شهور. يعني انا اعتقد اتفضلي. بتقول تجاهلته الموضوع ده خف شويه بس مستمر برضه بزياده. هو عنده اخت اصغر منه وهو بيتبول برضه ليا. يعني انا اعتقد اذا كان الرقم زي ما انت بتقولي كده ده في يعني بيعكس في رايي انسكيورتي، نقص في الشعور بالامان. الطفل لما ما بيشعرش بالامان برضه ليه عقل باطن صغير كده بيحوله على حاجات تانية، بيعمل نوع من انواع الاسقاط على حاجه تانية في صوره شيء مبالغ فيه، تصرف مبالغ فيه، زي ما بنسمع الكبار ساعات بيعملوا النظافه المتكرره، او طفل يقعد يركز على شيء معين، او يظهر الما امام الاب في شيء معين وكانه بيسيك الاتنشن او بيجذب الانتباه تجاهه لانه هو عايز، هو عنده شعور بعدم الامان. اتصور ان اخته الجده هي او شيء في المعامله دفعه ان هو مع الوقت بقى ودني بتوجعني، يلم الحاجه على الارض زي ما بتقولي، كل هذه الاشياء. فالاحرى بهذه الام انها تحاول بدلا من ان الاهمال، اهمال كويس جدا واحنا دايما نقول عليه ومن احسن الحاجات، لكن لابد ان تبحث في البيئه هل هناك ما اضاع الامام من هذا الطفل؟ هل هي بتضربه اكتر؟ هي ما بتضربوش، هي بتقول ان هي ما بتضربوش ولا كده، وهي بتحبه قوي ودلوع وبتاع، عنده اخ كبير وعنده. انما الفكره انه هي بتسال هل توديه مثلا طيب انشطه، توديه في حته تعدل سلوكه، تعمل ايه يعني؟ لا يعني حته تعديل السلوك في 5 سنين ونص طالما طفل طبيعي. انا بحاول اشيع مفهوم بلاش يا جماعه، يعني بشوف احنا بندي جلسات تعديل سلوك وبنعمل، بس برضه حرام ان احنا نسيء استخدامها. طيب هل ده طبيعي اللي هو فيه؟ هو طبيعي كرد فعل منه لمخاوف. بقول لك انا رايي ده ايا كانت بقى المخاوف، ممكن تكون بابا ومامته هم اللي بيختلفوا مع بعض وهم بيدلعوه هو. في حاجه انا حاسس ان الولد ده الحساس ده قلقان منها، فلابد ده النمبر 1 الاول. تدور وتبدا يعني. احنا في الاخر ممكن نوصل لعلاج دوائي ويريحه، بس مش ده الحاجه اللي احنا بندعو ليها ومش ده السهل. الابسط من كده ان انا ادور اوريجينالي فين المشكله. تمام. عشان امنع. سمر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا سمر. انا بس ممكن اقول لك حاجه قبل ما اقول كلمه الدكتور؟ حاضر اتفضلي. ان حضرتك مذيعه ماهره، ماهرة بجد. الله يكرمك. الله يكرمك بجد، انا بحبك جدا وحضرتك بجد ماهرة. الله يكرمك. ممكن اكلم الدكتور بقى؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمر ازيك؟ اهلا بيك يا سمر. على فكره انا اتكلمت حضرتك قبل كده على التوأم اللي كان بيمصه وكده. ايوه حاجه كده. بص حضرتك يا دكتور دلوقتي بقى لهم فتره يقول مثلا ايه يا مامي انا مش بحبك، مع ان انا بعمل كل حاجه وبابي هو دلوقتي بس اللي بقى كويس. وبعدين يا دكتور يعني بابي ما بيقعدش. هم عندهم كام سنه يا سمر؟ عندهم كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. وانا اللي بغيره، انا اللي بلبسه، وانا اللي باكل، وانا اللي بقعد واقول غلط واقول عيب واقول صح واعمل كل حاجه، وفي الاخر بابا ياخد كل ده على الجاهز ويبقى بابي حبيبي وانا مش بحبك. وبعد شويه ممكن يقول لي خلاص يا ماما انا بحبك لو عايز مني حاجه. ايوه عشان انت بتزعقي في النص برضه. ما هو ماما كل ده بيصاحبه الزعيق بقى، ما هو احنا اللي قاعدين وشايلين وبنعمل، فما تعملش ما يعني صح؟ ايوه انا اللي قاعده معاهم، انا اللي بوجه، لكن بابا هو بابا بتاع اللعب بقى واخد كله على الجهاز. فهل ده هيستمر برضه ولا انا اعمل ايه بقى علشان انا اكسبه من ناحيتي؟ لان انا ابتدى اتنازل عن حاجات عشان اكسبه من ناحيتي. طيب بصي هم مين اللي الولدين اللي بيقولوا كده ولا الاثنين بيقولوا كده؟ لا ممكن واحد فيهم، لا مش الولدين، واحد بس. لا ماشي. ممكن واحد فيهم وساعات مثلا. وبعدين بيقسموا الشخصيات، يقول لي انت بابي ويقول له بابي انت مامي وانا نناه، ويقسموا كده الشخصيات على بعضهم بالغلط خالص. هو ده بيسموه بيلعب. بيلعب. في حاجه ثانيه بقى يا دكتور، احنا دايما انا وباباهم بنلعب معاهم كتير، بنهزر كتير مع بعض. فده بيعود على الطفل بايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انا هزرت انا وباباهم بس
بيبقوا خايفين وكل واحد مترقب قوي احنا هنهزر ازاي، وبعدين واحد فيهم يقول بس بقى يا عيال، يبقى كانه خايف ان احنا بنتخانق واحنا ما بنتخانقش اصلا. بتهزروا بالايد؟ بنهزر مع بعض خالص. انتوا بتهزروا بالايد يعني ولا بتهزروا ازاي؟ لا والله ابدا، يعني احنا ممكن مثلا نهزر يحدفني بحاجه ولا بهزر بهزر في المخده ولا بضحك، يعني في ضحك اصلا في الموضوع. ايوه اقصد يعني هزار في حدف حاجات وكده. ايوه يبقوا مترقبين قوي، يبقى هزار والله، يقول بس بقى يا عيال يعني الكلمه دي على طول. وبعدين طيب. دايما يقول لي مامي بصي لي، اقول حبيبي بتكلم مع كبار ثانيه واحده، بصي لي انا بكلمك انا بكلمك. طبعا دي حاجات طبيعيه وحلوه. يا سمر قلقاكي في ايه؟ انه بيقول لك بصي جدا والله يا مدام دعاء قلقاني جدا كمان موضوع ان انا ابقى كل حاجه في البيت وفي الاخر بابي ياخد كل طيب. ده الحب كله على الجاهز، فده بس اللي انت بيحبوكي قوي ما يقدروش يستغنوا عنك، بس انت ما تقلقيش بيحبوكي ما يقدروش يستغنوا عنك يا دكتور. يمكن يا دعاء هو الموضوع ده حساس جدا، ويعني عايز اقول ايه انه يعني هو برغم ان احنا دايما نحث الامهات والاباء انكم خليكم سوفت وزراف، او انا اصنف في المدرسه دي ان انا ما بحبش السبع الموبقات دول، الضرب والزعيق والشتيمه والتهذيب، بالعكس انا اميل للام الايجابيه الحنونه، الا انه برضو الموضوع خطير جدا في انه اناشد، لان انا بشوف الحكايه دي كتير قوي اليومين دول، اناشد الاباء والامهات والجدود، لان امبارح كان عندي قصه شبيهه بكده، الجده هي بتحب فعلا البنت حقيقي لدرجه انها يعني بتقولي بنروح السوبر ماركت او محل اجهزه كهربائيه لو البنت عجبها خلاط، لا حاضر يا حبيبتي تروح حاطاه. فالبنت اولا بقت سبويل، تاخد الحاجه وتروح حاطه اللي هي عايزاه. فهي بتقول لها يا ماما ما تعمليش كده، فهي بتقول لها انا مجرد اشوف الفرحه في عينيها ببقى انا مبسوطه. فهنا في نقطتين، هي بتكافئها ماديا وفي نفس الوقت هي بتحبها فعلا. فالحقيقه هنا في خطوره جامده جدا انه الجده دي انا بقول لها وبقول للاب ده مع احترامي الكامل ليهم، لازم هو اللي بيحصل ان لو طرف قاعد يحسس ويطبطب ويزغزغ ويلعب، مع ان انا بقول دايما بنحب الاب البلايفول، مش معنى كده ان انا عايز حد يضرب ولا يزعق، لكن ما تضطرش انت ما تستفزش الطرف الاخر انه يضطر عشان يوزن الدنيا، ما هو شايف الدنيا مش هقول سايبه بس برضو لابد ان يكون في شيء، مش لابد ان يكون في حزم عشان لازم يكون في حزم، لا العيال لو تركت الحبل لها كده على الغارب بتفرط وبتعمل حاجات مش مظبوطة. فهنا بتضطر الأم شايفة قدامها الأب متسيب أو يعني ما بيحاولش يتخذ إجراء، زي ما امبارح حد كان بيقولي برضو الأب العيال قدامه قاعدين بيدلعوا على خالهم تقريبا أو على حد صاحبه وزودوها، يعني قعدوا يشوطوا فيه ومش عارف يدلقوا إيه، وهو والأب قاعد بيضحك مبسوط. لما مشي للأب سألت الأخ ده فقال لها أنا متضايق، لا أنا متضايق. فما تسيبوش تطلقوش العيال على الناس. فانت كده بتضطرني انا ابقى الغوله زي ما هي سمر قالت. لا حرام برضو، يعني لازم هنا يعني ما ينفعش واحد دايما ياخد الدور السيء بسبب ان التاني قاعد طول النهار يحسس. لا مش بقول لك اضربهم، بس لما يكون في حاجه ولو حد منهم عمل شيء معين ضد لازم يبقى ياخد تتخذ اجراء هنا الموازنه. انما هل هي تقلق من انه الاولاد يعني ما بيقولوا كده يعني يطلعوا فعلا بيحبوا الاب اكتر من الام او الام اكتر؟ هو بص دعاء الحقيقه يعني انا اخشى شيء زي كده. معقوله؟ هقول لك ليه. هما طبعا الحب الاساسي اللي انت بتقولي عليه ده موجود في قلبهم. بس طبعا حب، لا حب انت بعد شويه الاول عشان الفطره لا هيبقى الام. احنا كامهات ايوه معلش. احنا طول النهار احنا بنزعق. لا معلش دعاء في خطوره هنا، في خطوره صدقيني. انت شوفي لا انت مش مصدقاها. انا ما بحسش انت بتتكلمي. لا انت بتتكلمي على حجم يمكن عندك انت او في اي حته ما يبقاش بهذه الخطوره. لا في بعض البيوت بقول لك امبارح الاب والام قاعدين وعلى اعلى مستوى من الثقافه وهم الاثنين على فكره متضايقين جدا ومحرجين. يعني مش عايز اقول الجده بتشغل وظيفه ليها دخل بالناحيه النفسيه بس اللي بتعمله غلط فهم طيب يعني هي دلوقتي مش هنطالب الاب انه يبقى هو الحقيقه انا نفسي يرخم، احنا هنطالب الام انها تبقى الطف شويه. ما هو هنطالب برضو الام طبعا ما انت بدام الام اللي بتكلمك وهي اللي سامعك هتقولي لها كده. انما حقيقي ده دعوه لكل الناس يعني تمام. سمر اثارت قضيه لابد كل الناس يراعوا الموازنه دهيت يعني. طيب احنا نرجع نكمل الموضوع لو بصي لي يا ماما وما اعرفش ايه وانكم بتهزروا مع بعض بس بعد فاصل قصير. جميل شيرين. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دعاء عامله ايه؟ اهلا يا شيرين. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا شيرين ازيك؟ دكتور انا كلمتكم قبل كده ما اعرفش هتفتكروني. لا انا مامي زياد من مرسى علم اللي هو عنده سنه اوتيست. ايوه توحد. ايوه انا دلوقتي بكلمكم لان انا طالبه من الدكتور طلب يعني.
اتفضل. انا نفسي الدكتور يديني ميعاد يعني بعد 5/1، لان احنا هنخلص امتحانات 5/1، يديني ميعاد في اي وقت اسافر له واجي له، لان انا بجد نفسيا تعبانه جدا. ليه بس؟ ليه يا ليه؟ زياد للاسف يعني كان عنده نوبه غضب وتعالج منها، كان بيجي له نوبه وحشه جدا، هو يعني حاله هياج مش طبيعيه. وتعالجنا منها وبقى كويس مده طويله جدا، للاسف الشديد رجعت له تاني بس اصعب من الاول. يعني زياد دلوقتي عنده 8 سنين حبيبي، فان هو بيتطول عليا حبيبي، يعني ما بعرفش اعمل الكنترول قوي، وانا كمان بتعب نفسي. فانا اللي طالبه من الدكتور يعني بالله عليك اديني اي ميعاد هجي لك فيه على طول. طيب سيبي رقمك يا شيرين وحضرتك خلي الناس يكلموك بعد اذنك. طيب سيبي رقمك بس في الكنترول وهم هيكلموك يحددوا لك ميعاد من 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 عند العياده بتاعت الدكتور. انا بس عايز اقول حاجه يا دعاء، انه يعني انا مامة اياد معاشراه شوفي 8 سنين وعارفه فاهمه، دي اكتر دي امه. بس عايزين نلتمس العذر الاطفال اللي هم عندهم بعض السمات الذاتويه، ان هم ممكن ثورتهم هي المفروض عارفه ده او مش عارفه، هنتكلم فيه لما اقعد معاها ان شاء الله. تمام. بس ساعات بتبقى ثورتهم يا دعاء على مشكله حسيه في جسمهم، في حاجه هم حاسينها احنا مش فاهمينها. الثوره نوبه الغضب او التمبر تانترم اللي هي بتقول عليها دي ليها علاقه بحاجه، مش حكايه عدوانيه. مش عايزين هنا الاطفال دول ما بيشخصنوش المشاكل، وانما ساعات الطفل زي ما قلنا كمثال الدكتوره تيمبل جراندين او غيرها كانوا ساعات يلفوا حوالين نفسهم نتيجه لانه الهواء وهم بيلفوا كده بيخلي الشعور التنميل والخدلان اللي موجود على جسمهم بيزول، فبيعملوا حركه. الناس بتقول بتتحركوا كده ليه؟ او طفل مثلا ممكن يرفرف، ما بنبقاش عارفين هم، انت مش عارفه تفسري ازاي. ولذلك هنا شرع بقى ما يسمى بالعلاج الحسي التكاملي. العلاج الحسي التكاملي او سنسور انتجريتيف ثيرابي، وعملوا غرفه تكلفتها حوالي 150,000 دولار. الغرفه دي شغلتها حاجه واحده يا دعاء، انها يخش جواها الطفل بيمر برحله كده اهو. والغرفه دي ما فيش يمكن الا في مصر 4 غرف للعلاج الحسي التكاملي، ويمكن على مستوى الشرق الاوسط كله. الغرفه دي بيخش فيها فلاشات ضوئيه، فيها روائح، فيها مذاقات، فيها فايبريشن، فيها تيست للالم، فيها تيست للبالانس. كل انواع احاسيس الانسان بيتم فحصها من قبل اطباء اطفال متخصصين في الحس، علشان يشوفوا والله انهي سنس عندك في السنسيشنز ما عدا حاسه السمع، دي لها قصه ثانيه. فلو ديتكتد في التقرير اللي هيطلع ان الولد او البنت ده هي عنده مشكله الم غير محسوس او الم بزياده او شعور بالحرق. بعض الاطفال الذاتويين او اللي عندهم السمات الذاتويه ممكن يعض في نفسه او ينفخ في ايده او يلحس حاجه غريبه او يشم الحاجه هو بياكلها، او ما يرضاش ياكل اصناف كتيره. ده بيفسروا دي اضطرابات يعني بيفسروا ها بيفسروها بيعمل بيفسروا. كده ليه؟ نمره 2 بيعالجوا، بيعالجوا الحته دي. يعني بيبقى اسمه علاج حسي تكاملي. بقى طيب جلسات من ضمنها العلاج الحسي التكاملي بيعرفوا اذا كان نوبات الغضب دي بتيجي ليه او لا. نوبات الغضب يعني في طفل ذاتوي طبعا لها اسباب كتير، لكن من اهم اسبابها انه يتعرف ايه المشكله. طفل قاعد يصوت طول الليل بقاله 40 يوم مش عارف ينام، وخدوه لكل دكاتره الاطفال، مفيش حاجه عضويه. طب ده في الاخر اتضح ان البطانيه بتشوكه، هو مش عارف يتكلم، ما بيعرفش يتكلم. حطوا ملايه الولد سكت خلاص. طب قول لي فين ده يا دكتور؟ بص يا دعاء، يعني من اشهر الاماكن اللي ده جمعيه نداء، جمعيه اسمها جمعيه نداء. دي في مدينه نصر. عارف يا دكتور ربنا يكرمك، انا لا الله يكرمك يا دعاء، ده برنامج. انا كنت في عزا وجده كده وقفتني كده وقالت لي انا ابني عنده توحد في معهد دراسات الطفوله. معهد دراسات الطفوله وفي جمعيه احباء الطفوله. في جمعيه احباء الطفوله هو فين؟ قلت لها انا مش فاكره الاسم قوي. انما موضوع التوحد كتر، واحنا طبعاً يعني انا بحاول مش دايما بحب اقول اسماء تجاريه، انما في حاجات لا ببقى انت بتحاول تساعد الناس، ودي اماكن على فكره حكوميه وجمعيات اهليه كمان. صحيح. جمعيه نداء جمعيه اهليه. وجمعيه احباء الطفوله بالمناسبه في مكرم العبيد مدينه نصر. قلت التكنيك اللي هم عملوه الجديد اللي هو بتاع سم النحل، لا البرين جيم او تحريك المخ. أيوه. انه في نظريه ان المخ ده عامل زي بلوك كده في منطقه مثلا في المعادي كده، منطقه مش عارف 25 قطع النور فيها. خلاص، فهم عايزين يرجعوا النور، يعملوا ايه؟ بس معتمدين على الحركات، بعض الالعاب. دكتوره سعديه بهادر يمكن هي اللي استخدمت جمعيه احباء الطفوله في مكرم عبيد، في مكرم عبيد مدينه نصر. يعني ممكن ابقى اسيب التليفون مع الكنترول. تمام. عن طريق بعض المعالجين وبطرق حديثه
كورسز معينه خدوها الناس بيحركوا حركات معينه للاطفال تعيد الكهرباء للمناطق دي في الاطفال الذاتويين. حلو قوي. وبتاع الحس ده وجمعيه نداء برضه في مدينه نصر يعني عند مسجد نوري خطاب، انا مش فاكر اسم الشارع بس ممكن برضه بس يعني هيعرفوا بال زميلتنا دكتوره هويده خويصه والاستاذه دي دكتوره استاذه طب اطفال دكتوره استاذه اميمه لقمه من القوات المسلحه بيشتغلوا في الاشراف على هذه الغرفه وغيرهم استاذه امل عزت مجموعه يعني. جميل. بيخش الطفل يتم تشخيصه في التور او الرحله دي، الرحله دي على فكره تكلفتها يمكن نسبيا انا شايف انها بسيطه حوالي مش عارف 450 500 جنيه حاجه كده، انما اذا ثبت ان الطفل عنده مشكله حسيه هي ما تسبب هذه المشاكل، انت عارفه ممكن بعض الاطفال يمشوا ذاتويين طراطيف صوابعهم قلنا علشان حاسين ان السيراميك سخن عليهم يا روحي حاجات كده انت لو تفسيرها بسيط، فبيتم عمل جلسات تعديل حس مش تعديل سلوك، تعديل حس ازاي يحسوا بالحاجه صح، يحسوا بالحاجه طبيعي صح. يعملوا ريسيتنج للسنسيشنز دي. ربنا يكرمك. دكتور ايهاب هي بتقول لك لما يقول لها بصي لي بصي لي بصي لي وانت بتكلميها، هل دي فيها حاجه تقلق ولا ده طبيعي؟ احنا قلنا ثلاث سنين دول ثلاث سنين هو انا فاكر لما بنبقى قاعدين في العياده وبنتكلم وطفل قاعد معانا بلاحظ ان الطفل الذكي دايما بيعمل لنا فنكشه كده في القعده، واخد بالك؟ واحد غريب في اوضه مقفوله واخد مامته قاعد بيتكلم معاه وشاغلها عنه، ازاي ما تهتمش بيا؟ فيقعد بقى اذا كانش يبدا يشتغل عليا انا، يخبط لي على البتاع، يبدا يعمل، فده رد فعل طبيعي. انا مبسوط من ده. كويس. وما تشتكيش انت تيجي تقولي قاعدين في قعده والطفل عنده ثلاث سنين مامته منشغله عنه وعايزاه يفضل قاعد كده يستنى لحد ما انا علمت ابني يقعد يعمل ايه كده، ها انا عايز اتكلم مثلا واقول له اشاره خضراء واشاره حمراء. طب دي عارفاها دي بنعملها في البرنامج على طول، بنعملها في الاطفال، بنعملها في الاطفال مش كده؟ احسن من ما يقعدوا تصدق اول ما تعملي حبيبي كده. عندنا مشكله ان هم وانت بتتكلم في الموبايل او انت بتكلم مثلا باباهم او انت ماما 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 مش عارف ايه فحلو موضوع ان احنا نقول لهم ايه. وبعدين قلت له على حكايه يعني جت كده في دماغي نعمل اشاره حمراء وصفراء وخضراء. حلوه دي. لما انا اكون بتكلم مع ماما دلوقتي الاشاره حمراء كويس وبعمل له ساعات كده اهو دي الاشاره حمراء ونقعد نضحك مع بعض بس ما بيتكلمش فعلا بيلتزم. هي بصي اي حاجه ترميها على لعبه او على حركه واخد بالك فانا ممكن تعمل لاولادها ابو ثلاث سنين لا اصل حضرتك عارف احنا بيحصل ايه؟ ان احنا بنزعق على طول بس بقى اكمل الجمله ما اعرفش ايه انت مطلوب منك تسقطي الشيء على اي حركه لعبه يا سلام فتعجبهم جدا بس صح وعارفه كل ما يعملها نروح ضاحكين نقول له طب اتكلم يا سيدي لانها لحد ما سبتت عنده بقى واخد بالك صحيح فحاجه غير تقليديه والطفل مبسوط بيها. طيب فكرك يا دكتور. طيب في حد هنا هو كان بيقول لي انا مدرسه وعايز اعلم الاطفال ان موضوع عدم الغش ده يبقى نابع من داخلهم مش قانون مفروض عليهم بطريقه مبسطه، ازاي ممكن اعمل كده؟ هستاذنك هنرد على السؤال ده بس بعد ما اخد رضا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا رضا اتفضلي. ايوه دكتور لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. اهو معاكي اتفضلي. اهلا بيك يا استاذه رضا. الله يسلمك يا دكتور. دكتور انا عندي 27 سنه بس تقريبا بقالي سنتين بعاني من حاله معرفش دي نفسيه دي محتاجه ايه، بيديني زي بقي بيتعوج وجسمي بيغدل وبدوخ وبحس ان حد حاطط راسه في ايد في مخي يعني كشفت. مخي ببقى كشفتي يا رضا كشفتي؟ كشفت وقال لي محتاج علاج وخدت علاج وما عملش معايا اي حاجه. كشفتي عند دكتور ايه؟ بطريقه كشفتي عند دكتور ايه نفسي ولا دكتور رحت رحت دكتور مخ واعصاب وعملت اشعه وقال لي المخ ما فيهوش اي حاجه بس محتاجه علاج نفسي. اخدت علاج نفسي ما عملش معايا اي حاجه. ممكن يكون اصلا يعني علاج نفسي دكتور يعني علاج دوائي يعني ولا علاج نفسي؟ علاج دوائي. هو قال لي دي حاله نفسيه. دوائي. هو قال لي دي حاله نفسيه يمكن يعني بعد ما مامتي توفت وكده الحاله دي يعني هي بتحصل لي من قبل ما مامتي توفى بسنه بس الموضوع زاد معايا بقالي سنتين بعاني. مش عارفه اعمل ايه. بيجيني دقات سريعه جسمي بيغدر بيغمى عليا. رضا انت عندك 27 سنه انت متزوجه ولا مش متزوجه؟ ايوه متزوجه بقالي. عندك اولاد؟ عندك اولاد؟ معايا بنت. ايوه معايا بنت. وعلاقتك بزوجك وحياتك كويسه؟ كويسه بس كان اول الجواز كانت حالتنا بشكل كثيره 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 بطريقه مبالغ فيها من غير سبب وبسبب. ولادك دلوقتي ولادك قوي بتزن كثير فبتوترني. ولادك دلوقتي كويسين؟ ولادك كويسين وماشيين دراسيا؟ مالهم؟
ماشيين دراسيا كويس وصحتهم حلوه؟ لا انا لسه بنتي عندها سنتين. بنتها صغيره. بنتها طيب حاضر حاضر يا رضا، بس بعد اذنك وبعد اذن دكتور ايهاب هنرد عليكي بعد فاصل قصير. معايا ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اهلا ام كريم، ازيك؟ اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا يا بشتكي لك يعني من بنتي تعبانه جدا، وانا يمكن يعني السؤال هيبقى غريب شويه، لان انا اللي يمكن بشتكي من نفسي معاها ان انا عصبيه زياده عن اللزوم. ربنا يكرمك. هي في سنه رابعه ابتدائي. حاليا هي في سنه رابعه ومعايا غيرها ثلاث اطفال. فهي احنا كنا في الاول بره في الخارج يعني، فكانت لوحدها دايما وكده، انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي غير بالضرب والعنف وال يعني اسلوب ما كانش مظبوط معاها خالص، وانا ما عرفتش ده الا متاخر ان انا عنيفه معاها اصلا. لما بدات اجي مصر هنا وكده فتعبتني جدا في كل حاجه. يمكن اقول لك كل التصرفات الغلط اللي بسمعها من حضرتك الامهات اللي بتتصل تقول عليها، يمكن بحس انها موجوده في بنتي. ان كذبت تكذب عليا، ما كانتش كده خالص، كنا بنقول عليها بريئه جدا وكده لما كنا بره، مع اني كنت بضربها كتير. الوقت بقت بتكذب كتير، بقت عنيفه جدا مع اخواتها، هي الوحيده بنت، عندي ثلاث صبيان غيرها. فعنيفة جدا مع اخواتها، بتضربهم، يمكن لما تبقى بره مع صحابها ما تضربهمش كده، تديهم حاجات لما يطلبوا منها حاجه تديهم، لكن اخواتها ممكن ترمي الحاجه بس ما تديهمهمش. يعني في المدرسه مستواها سيء جدا 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 جدا، يعني كان في اولى كانت طالعه الاولى. وانت قولي لي يا ام كريم، انت اول ما اكتشفتي ان انت كنت عنيفه معاه بطلتي العنف خالص؟ حاولت لا بطلت جدا، يعني قلت خلاص ايه، انا مش عايزه اتعامل معاكي كده، عايزه اتعامل معاكي باسلوب كويس، انا مش حابه اضربك، انا مش حابه اذيكي، انا بحبك، انت ما عنديش الا انت. أيوة. الكلام ده كله وحاولت معاها، بس يعني ما بقدر، يعني ممكن اسبوع لاني بلاقيها عندي المشكله الاهم بتاعتها البكاء. عياط بطريقه فظيعه، يعني اي حاجه تعوزها تقوم عيطه وخلاص، يعني ممكن هي يعني انت اسبوع بتبقي كده وبعدين ما تقدريش تمسكي نفسك تقومي ضربه تاني؟ تصرفاتها ما بلاقيش استجابه، انا لو بلاقي استجابه منها ان هي مثلا بتتحسن همشي معاها على كده، بس ما بلاقيش استجابه منها. سنه رابعه ابتدائي، تسع سنين. ايه؟ عندها تسع سنين؟ ايوه تمام. تسع سنين وفي رابعه ابتدائي؟ لا تسع سنين، تسع سنين ونص كده. انا بنتي تسع سنين وفي رابعه ابتدائي. صغيرة قصدك؟ صغيرة شوية يعني. هي مولودة 2004. طيب وهي عندها كام أخ وأخت غير كريم بقى؟ لا هي عندها ثلاث أخوات صبيان، وهي البنت الكبيرة الوحيدة. البنت الكبيرة الوحيدة. وثلاث صبيان. طب والولاد بتضربيهم أو كده؟ بضربهم لان هي علمتهم، يعني علمتهم انهم بيضربوا بعض. ما احنا عرفنا اهو الضرب ما جابش النتيجه خالص اهو. طب اعمل ايه؟ قولي لي. انا عايزه ابتدي معاها دكتور، ابتدي معاها صح، بدايه صح، بس كل ما اجي ابتدي صح البكاء بتاعها، يعني خش ذاكر لا وبعياط وبصريخ ومش عايزه اذاكر، مش عايزه البس دي، مش عايزه اكل دي، انا عايزه امشي، انا عايزه يعني الحاجه اللي هي عايزاها بالبكاء. طب يا بنتي كلميني بالراحه، قولي انا عايزه كذا يا ماما، هقول لك خدي، بس مش لازم ان انت كل حاجه تعيطي عليها كده. لكن انت بتستجيبي لما تعمل كده؟ ايه؟ في الاخر بتستجيبي ولا ما بتستجيبيش للعياط ده؟ لا في انا بقعد اضربها بقى، يعني انا بزهق. بقوم ضربها بقول لا ما انتش تعيطي كده، انا بزهق من كتر العياط، بتخانق من صوتها اللي كل شويه عياط، فبتخانق بقوم ضربها اقول لها يعني انت. والاب فين؟ الاب فين؟ هعمل لك بيه حاجه مش هعمل لك. باباها فين يا باباها فين يا ام كريم؟ باباها لسه مسافر قريب. لسه مسافر قريب. انت عليكي الود. هو كان طيب. معانا يعني، بس هو عشان شغله طول النهار انا اللي مسؤوله عنها. ماشي يا ام كريم. نعمل لها اي حاجه ان هي تبقى كويسه. اسمعي. واخواتها بقى وكمان بيضربوا بعض على طول، عنف منها ولا من ايه مش عارفه، وانا حاسه ان الغلط مني من البدايه ان انا قصرت معاها، ان كل حاجه عودتها على الضرب. طيب. اسمعي الاجابه بقى. اسمعي الاجابه. خلاص بقى احنا سمعنا خلاص. انا هقول لك حاجه دكتور ايهاب عيد قالها لي في اول ما اشتغلنا مع بعض. ومش قادره انساها يا دكتور. اتفضلي بقى. قلت لي انت بتطلبي ان هم يبطلوا حاجه وانت مش قادره تبطلي الحاجه، يعني بتطلبي من ابنك او بنتك انها تبطل حاجه مضايقاكي، في حين ان انت بتعملي حاجه برضو انت مش قادره تبطليها، فازاي هي تبطل وانت مش قادره تبطليها؟ دايما فعلا بنقول كده. وبرده طبعا زي ما انت قلتي دلوقتي اللود جامد، واضح ان اللود جامد، والاب يعني ربنا يكرمه مشي وتقلت ولاد يا دعاء، والبنت الكبيره صعبه. وبعدين مش انا 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 مش عايز، ما انا مش عايز يعني هي تفهم غلط ان احنا بنحمل كل حاجه على الضرب بتاع زمان ده. ما خلاص مش هي المفروض انها كانت بطلت، بس للاسف ما زالت ترجعه تاني. ما هو ده بقى احنا زعلانين منه،
يعني اولا نمره واحد، اذا كانت فكره ان انا كل ده بسبب الضرب اللي بتعمله البنوته دلوقتي، لا مش بسببه خلاص. لو هي بطلت وتوقفت اوتوماتيكيا كرد فعل هيبدا الطفل يهدى. لكن دي نمره واحد. نمره اتنين، مش معقوله برضو ادفع البنت الكبيره فاتوره كل حاجه. بتقول لك العيال بيضربوا بعض بسبب، انا لقطت الكلمه دي مش كل حاجه البنت. وبعدين البنت اللي هي دلوقتي بتعمل كارت ارهاب، تروح معيطه عامله صوت جعيره تشل القعده كلها، بحيث تجبرك انك حاجه من اتنين، يا اما تستجيب يا اما زي ما بتقول يا ريت. يعني هما الحقيقه تصرفين وحشين. الاستجابه بتؤدي ان البنت خلاص عرفت زي ما قلنا ان هو ده الطريق. الضرب لا يقال، عنف لا يؤدي الا العنف تاني برضه. يعني انا مش شايف انه ما هو ما جابش نتيجه. انا بس عشان كل الامهات تسمع بس القصه دي، واقول لنفسي والله انه ما بيجيبش نتيجه. هو درس على فكره، القصه دي درس. انا شايف عناصر النجاح في حل هذه المشكله بصراحه، لو بنتكلم بصراحه، قد يكون بقى تطبيقه نمره واحد في هذه الظروف. يبدو قد تكون الظروف الماديه والاب سافر، انما وجود الاب مع هذه الام اللي انا شايفها مش متوتره، جزء على فكره عاطفي يا دعاء. طبعا هي مضغوطه يعني جامد، شي از نوت مش ساتسفايد او عليها ضغوط. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. فيا ريت يجي يقف جنبها. هذه بنقولها اهو. نمره اتنين، هي يعني انا مش قادر الحقيقه طالبها بانها تهدأ باعصابها شويه، علشان هو ده هيبقى الطلب الاساسي. يعني انت دلوقتي قبل ما نلعب اي حاجه، قبل ما نفكر في اي حاجه، اهدي. انت لو قعدتي كام مره، انا نفسي تضرب بقى على حته دي. بنوته الوحيده التميز في هذه انها البنت والباقيين ولاد. ده انت البنوته الحلوه، ده انت كل صاحبتي، صاحبتي لها اسرار، لها حاجات تقوم ايه. وبنت عندها دلوقتي احنا قلنا 9 سنين ونص، كويس. يا ترى اللود الدراسي، ما انا بفكر في البنات عشان كده كنت بتكلم على السن. يا ترى البنت دي بالذات اللود الدراسي عليها في رابعه ابتدائي كتير؟ هو طبعا سنة رابعه بتبقى على ايه يا دعاء؟ على المذاكره، على اللبس، على الاكل، كويس، على بتقول لك خلافاتها مع الولاد التانيين. فانا ارجو يعني مؤقتا انه الام تحاول انها تعمد اذا كان عندها طوله بال. لو اني وانا عندي امل في الام دي كتير، لكن بصراحه الامهات اللي اباء الازواج تركنهم، بحس ان هم حرام فعلا ما عندهمش القدره دي تمسك اعصابها وتحاول تبقى اكثر صداقه مع البنوته دي. يعني تحاول انها تقول لها، لما وقلنا التعزيز السلبي ان نضبطها متلبسه بعدم، مش معقوله بتصوت 24 ساعه الوقت اللي ساكته فيه، تهديها حاجه وتقول لها لو فضلت كده انا عندي حاجات تانية، وتوفر لها سلسله من المكافئات المختلفه عن بعضها، تقوم البنت تبدا تبطل. ولما تعيط ما تستجبش ليها. ده اللي اقدر اقوله دلوقتي. لا، لما تعيط ما تستجبش ليها. تخش هيحصل مرتين ثلاثه اربعه خمسه، هتبقى غاره ثلاثه اربع ايام، بس البنت في الاخر هتصل لنتيجه انه ما فيش استجابه. لما تسكت تبدا الام تستجيب. دي طبعا عمليه صعبه، وانا كنت حابب الاب يحضر التيست ده ولا التجربه دي علشان تقدر تنجح وتنجو. لكن اذا كنا بنسال قابله للعلاج، لا قابله للعلاج، والعيال ممكن تتظبط تاني، بس البيت مش متوازن. 9 سنين بس، 9 سنين دي تلحق، تقدر تلحقها ان شاء الله. تقدر. يعني لا لا يعني تقدر بس الاب يجي يقف برضه، اصل صعب. يعني هو الاستحاله، وجه الاستحاله بالشكل اللي انا شايفه، بالصوت البنت الست كانت هتعيط. كمان البنت لما تديها الثقه وتقولها انت صاحبتي واحنا بينا وبين بعض اسرار، دي عايزه ايه؟ طولة بال، وعايزه روقان، وعايزه الثلاثة العيال التانيين شويه بعيد عن دماغي شويه، عشان يعني اتمنى ان هي توصل للروقان ده. طيب احنا رضا عندها حاله غريبه كده. يعني برغم ان انا ما بحبش اتدخل في الادلتس قوي، لكن في الحاجات دي بس عايز اقول ملحوظه اللي احنا بنسميها السايكوسوماتيك او الاعراض النفس جسميه. انه اي انسان مهموم، انسان مغموم، عشان كده انا كنت قاعد بكلم في رضا، يا رضا حياتك، ولادك، جوزك. هي قالت انا مامتي توفت، ويبدو ان علاقتها مع امها كانت علاقه قويه حميمه بتحبها، مأثر فيها الكلام ده. وكام سنه الجواز اللي في الاول دول، يعني مش هقول هدوها. هي راحت للدكاتره العضويين، سواء من اقسام مثلا باطنه او الاعصاب والمخ والاعصاب، قالوا لها انت يعني من ناحيه العضويه ما فيش حاجه، ادوها انت عندك مشكله نفسيه. وبداوا يدوها بعض الادويه بيلعبوا على الكيميكالز اللي موجوده. هي القصة هنا يعني في تصوري، لأن أنا سامع إنسانة عاقلة جدا واتكلمت بعقل كويس جدا، فالعملية مش اضطراب كيماوي بقدر ما هي مواقف اتحطت فيها الإنسان. إحنا بشر وبتأثر فينا دعاء المواقف والستريسز والضغوط، ولازم سبحان الله تطلعيها في صورة. أنا إحساسي بس إنه يبدو إنه القلق حتى الآن، هناك سبب ما زال مستمرا للقلق أو للاكتئاب، هناك مخاوف من المستقبل. أنا يعني ما دخلناش قوي في القصة. فهذه السيدة الطيبة رضا اللي هي ما زالت بتقول لك مره جسمي، مره ايدي، مره بحس ان انا دايخه. هي بيسموها نون سبيسيفيك سيمبتومز، صور اكلينيكيه غير محدده وغير مصوبه تجاه عضو معين، وتتغير وتدور.
وفي ناس تانية تقعد تعمل يا دعاء حاجه اسمها هايبوكوندرايسيس، تقعد تعمل انفستيجيشن كل النهار انفستيجيشنز، كل ما نخلص من اشعه نخش في تحليل، لا انا عندي كذا، لا هيجرى لي كذا، بيقولوا في جهاز طلع كذا، في مرض كده اسمه الاهتمام بالانفستيجيشنز. فتبصي تلاقي نفسك مفيش حاجه، كلها مفيش حاجه، هو انسان قلوق بطبعه، و يعني فهي انسانه حساسه وقلوقه، وفي حياتها في حاجات معينه يستحسن انها تقعد مع جوزها او مع اولادها او تجاب بنتها. وبرضه مفيش مانع تعرض نفسها على دكتور تاني غير لا طبعا تعرض، بس انا نفسي الدكاتره اللي يتعاملوا في الموقف ده بلاش بقى من ناحيه دوائيه دلوقتي، دي مهدئات او مخدرات للموقف وليست حل يعني. طيب بالنسبه للمدرسه اللي عايزه تتعلم، انا مبسوط منها جدا يا دعاء، وبقولها يعني كمثالين، مثال الاول اللي احنا يعني انا قصدي خليها تعمل مواقف دراميه، مش هي انا اعتقد انها بتتكلم في مستوى يعني ابتدائي او بري سكول او حاجه كده، يعني انا سعيد بان مدرسينا في مصر رائعين يا دعاء، يكون عندهم هذا الحب للابتكار والاختلاف، مش نمطيين، انا عايز المدرسين كده بقى، نفسي بقى المدرس اللي هو يحسسك ان هو يعني ايه في فسحه من تمام. الوقت مع ان مفيش وقت. طيب. تعمل تمام. مثلا قصه غش اللبن دي ما يعملوها نشاط. ما يعملوا القصه بتاعت زي ما قلنا قبل كده الرسول عليه الصلاه والسلام لما الناس كانوا بيتخانقوا في الكعبه عشان يحطوا الصخره، وبعدين هو فرش الهدوم بتاعته وقال لها انا قصدي ممكن اعلم كده التعاون او اعلم امنع الغش، اشوف كام قصه من القصص ونعملها كنشاط اكتيفيتي، مش مدرس ليه دفتر نشاطات كده، يعني واحده زي الاخت المختلفه دي افضل واشكرها طبعا ان هي بدل ما نقعد نتكلم او نعمل ستوريز حتى على الغش، ما نعمل تفكر تحول قصه الى سيناريو وانت تلعبي دور يمثل. البنت والله في بيعملوا كده، يا ريت دعاء والله يا ريت ده يفرض من الوزاره بقى، يبقى في انت عارف انا انبسطت قوي لقيت مدرسه العربي عند ولادي عند بنتي والله. عملت حاجه جميله جمال، فجاه قالت لهم ايه انتوا عايزاكم تجيبوا لبس، مش حفله ولا حاجه، لبس فلاحين واحنا ما اعرفش غالبا بيدرسوا دروس او الدرس له علاقه بالفلاحين او حاجه كده، قلت لهم احنا هنقعد اسبوع كل يوم نيجي نلبس اللبس الفلاحين تمام، وكل واحده فيكم هيبقى اسمها اسم فلفل، بنتي اسمها سعديه تمام، وسعديه وبيدرسوا كده يعني تمام. قعدوا اسبوع كل يوم لابسين لبس الفلاحين تمام، وكل واحد باسم حركي فلاح وكل أنا يوم انا شايف ده جميل قوي يعني بياخدوا الدرس طيب. كده لمده اسبوع اظن يعني لبسوا الموضوع مش بعيد تلاقي بنتك بتكلمك بالفلاحي بعد شويه كلمتني بشكل فطري سعديه وبابا هيقول لها ازيك يا سعديه والكلام ده كله كان لطيف جدا، بس حابه تروح المدرسه أنا بس مش زهقانه من الدرس. بسال سؤال عشان الشعوب المنقسمه دي لو احنا كلنا لبسنا كل الادوار وتعلمناها في المدارس بالظبط حتى على مستوى الشعوب العربيه يعني النهارده احنا عايزين التونسي وعايزين يعني السعودي نعمل درس جميل ما تنسوش ابدا ما تنسوش ابدا العيال هتنبسط ده كانت يعني صحيت من النوم بدري جدا وان هم بيزهقوا على ازاي وعايزه وهي وحضرتي اللبس وهروح كل يوم يعني من اراد النجاح من هذه المدارس لابد من الاختلاف والوصول للطرق غير نمطيه دي. احنا خلاص يعني يعني وصلنا لنهايه الحلقه يا دكتور، كلمه سريعه لكل ام ولكل اب غير موضوع الغش يمكن في موضوع الهدوء انه يعني ايه مفتاح هو انا امبارح قلت الجد الام اللي هي الجده قالت لها بص قلت لها بصي مالكيش حل، هي لعبه لعبه مش هتقدري تاخدي ولادك منها لانها فيري فاني، كل ما يبقى الانسان مهرج مع اولاده بيهزر بيضحك بيرقص بيلعب العيال هيكسبهم في جيبه صحيح هتبدا يعني اللي هيشد فينا هو اللي هيخسر العيال انتوا حرين صحيح ما لا اصل ما لهاش حل تاني يعني. شكرا جزيلا دكتور ايهاب عيد، شكرا ليكم مشاهدينا ونشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتنا عيون ما شلت خد دورة القاف السنة وكافة